يا الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. يحيي ويميت وهو حي باق دائم لا يموت أبدا. بيده الخير وبيده الملك وبيده تدبير الأمور وهو على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق المصطفى المختار الذي اصطفاه الرحمن لإخراج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا لسعة الآخرة، ومن جور الأديان لعدل الإسلام، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يعني إخواني أخواتي أحبتي في الله، في الأمس ابتدأنا نتكلم ونتدبر بعض آيات سورة الدخان، ووصلنا في الآية رقم 10. نذكر في قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلنا في قول عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وقلنا يعني أن الدخان سيأتي من السماء، وقلنا وتكلمنا في الميقات الزماني عن هذا الدخان، وقلنا والله أعلم أن هذا الدخان سيكون ما بين المهدي وما بين الأعور، ولا يمنع أن يكون الدخان قبل المهدي، لا يمنع أن ربما كان الدخان قبل المهدي، ولكن قلنا على الغالب من الإشارات الزمانية ومن الإشارات الموجودة في هذه الآيات القرآنية من سورة الدخان، قلنا على الغالب ورجحنا أن يكون الدخان ما بين المهدي وما بين الأعور، ودائما نقول هذا والله أعلم. وقلنا أن صفة هذا الدخان أنه يغشى الناس، ولم يقل سبحانه وتعالى هنا يغشى هؤلاء أو يغشى الكفار أو يغشى المغضوب عليهم أو يغشى المجرمين أو يغشى الضالين أو يغشى غيرهم، يعني ما أعطى صفة، ولكنه تكلم وقال يغشى الناس. ونذكر إخواني أولا بمعنى كلمة الغشاوي، وكنا تكلمنا في دروسنا السابقة إذا تذكرت عن أغشية القلوب، وتكلمنا عندما تكلمنا عن أغشية القلوب وقلنا أن القلب كأنه زجاجة، زجاجة، وحول هذه الزجاجة إن بدأنا بالمعاصي نضع نكات نقاط، كل نقطة نضعها على زجاجة القلب نسميها نكتة، فإن تراكمت النكات على القلب كله وأصبح هذا القلب كله مليء بالنكات نسميها غشاوي أو غشاء، فهو غشاء يحيط بزجاجة القلب بكاملها. وهنا الله سبحانه وتعالى يقول يغشى الناس، وهذا الغشاء من السماء. الله سبحانه وتعالى يقول فارتقب يوم تأتي السماء، فهناك غشاء يأتي من السماء يغشى الناس، يعني كأن الغشاء يغشى العالم كله أو الكرة الأرضية بجميعها، ويغطي هذا الغشاء أو هذه الغشاوة تغطي كل الأرض، وتصيب هذه الغشاوة الناس جميعها. وقلنا أن هذا الغشاء الله سبحانه وتعالى يقول يغشى الناس، هذا عذاب أليم، هذا عذاب أليم. والعذاب بمعنى عندما تأتي إشارة الدخان وتغشى الناس سيكون عذاب أليم لمين؟ لكل الناس، منها الكافر ومنها أيضا المؤمن، فسيكون هناك عذاب أليم لمين؟ أيضا للمؤمنين. إنما قلنا
مقصد العذاب الأليم منهم الكفار. فإن سألنا فلما يأتي العذاب وهو للكفار ويصيب أيضا مين؟ المؤمنين. فلو نظرنا إخواني لحال المؤمنين وسألنا هل كان هناك إمكانية للكافر أن يعلو بكفره لو كان المؤمن ماشي على الصراط المستقيم بحق؟ فنقول لا، لم يكن هناك إمكانية للكافر أن يعلو بكفره لو كان المؤمن يسير على الصراط المستقيم بحقه. ما كان أعطينا الكافر أن يعلى أو يعلو بهذا الكفر. فنقول إنما وصل الكافر إلى حد العذاب الأليم لتقصير المؤمن، لتقصير المسلم. فنحن قصرنا في مشينا في صراطنا المستقيم، في تنفيذنا لأوامر الله سبحانه وتعالى، حتى ارتفع الكافر. وما كان للكافر أن يرتفع إلا بتقصير المؤمن. لذلك كان على المؤمن أن يصيب جزء من هذا العذاب، لأنه قصر بمتطلبات الدين المطلوبة منه في إيش؟ في أمور دينه. وهذا التقصير شو تسبب؟ أن يعلو هذا الكافر. فيأتي الكافر، فيأتي العذاب الأليم أصلا للكافر، إلا أنه يصيب ويغشى مين أيضا؟ باقي الناس من المؤمنين. لذلك قال سبحانه وتعالى يغشى الناس، ولم يقل يغشى الكفار أو يغشى أهل الكتاب أو يغشى اليهود أو يغشى النصارى، فهي غشاوة وهو عذب. إلا أنه إخواني أيضا يعني نقول أنه من الرؤى التي يراها الناس وهم يرسلوا لي كثير من الرؤى تتعلق بالعذاب الأليم الذي يأتي في آخر الزمان، يعني بصور كثيرة لربما عشرات الرؤى جاءتني فيها عذاب. يبدأ العذاب ويأتي للناس أجمعين، إلا أنه يتوقف عند مين؟ عند حد المسلم. يعني لما يصل عند المسلم يتوقف هذا العذاب. فلربما كانت هذه الرؤى، ونعلم إخواني أن الرؤى في آخر الزمان من مبشرات النبوة، فيها إشارة عظيمة أن العذاب جاء ويحل بالناس، إلا أنه في اللحظة الأخيرة في آخر لحظة يتوقف على عتبة المسلم ولا يصيبه، وإن أصابه يصيبه ب يعني درجة خفيفة جدا، حتى أنه يكون كفارة من الله سبحانه وتعالى على تقصير هذا المسلم بمتطلبات الإسلام المطالب فيها. ونذكر إخواني في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب يوم القيامة. يعني بمقصد تاني الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعذبنا بتقصيرنا اللي احنا قصرنا فيه. وإحنا نعلم أنه احنا لو نظرنا الآن إلى الدنيا كلها ومسلمين الدنيا كلها، حكامها وعلمائها وعامتها، الثلاث فئات، الحاكم والعالم والإنسان البسيط العادي، الثلاث شرائح من هذول شو بنلاقيهم؟ الثلاثة مقصرين. الحكام وللأسف حاليا نستطيع أن نقول يعني إلا من رحم ربي كلهم من حزب الشيطان وتابعين وبصمين ويخدموا الشيطان وحزبه هذا الحكام. العلماء نقول يعني نستطيع أن نقسمهم إلى قسمين، قسمين رئيسيين. قسم يسير في ركاب الحكام اللي هم من حزب الشيطان وينفذ أوامرهم يسميهم علماء السلاطين، وقسم آخر بيمشي بقال الله وقال الرسول، ولكن عليهم حرب عظيمة من مين؟ من الحكام. فإما إنه هو معذب أو إنه هو مبتلى أو إنه هو في السجون في غيابات السجون. فنقول إلا من رحم ربي، يعني لربما بقيت قلة قليلة من العلماء لربما تعد على الأصابع تستطيع أن تصدح وتقول كلمة الحق في هذا الزمان الصعب. والعامة إخواني، العامة معظم الناس بقول لك خليني أمشي جنب الحيط وأقول يا رب الستر، لا بدي أعادي حاكم ولا بدي أعادي عالم ولا بدي إشي. شو بدي؟ بدي أجيب لقمتي ولقمة أولادي ونأكل هاللقمة ونستر. هذا اللي معظم الناس بقولوا لك إياه. ثم نقول له أين تعاليم الإسلام؟ أين قال الله وقال الرسول؟ بقول لك أنا ما بقدر. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا نظرنا إلى الشرائح الثلاثة، حكامها وعلمائها وعامتها، شو منلاقي؟ منلاقي إن هناك تقصير، وهذا التقصير المقصد منه أو يعني يجب أن يؤدي فيهم إلى عذاب في نار جهنم يوم القيامة. إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب يوم القيامة. عشان هيك يسرع سبحانه وتعالى العذاب.
حتى لمين؟ للمؤمنين المقصرين من الحكام والعلماء والعامة، يسرع لهم العذاب. إنما هذا العذاب شو بكون؟ بكون شيء بسيط جدا، رحمة من الله سبحانه وتعالى حتى أنه يكفر عنهم ذنوبهم. عشان هيك الله سبحانه وتعالى يتكلم عن هذا الدخان ويقول يغشى الناس، كل الناس، هذا عذاب أليم. أليم بمين؟ بالكفار. ولكن عندما يصل إلى المسلمين، إلى المؤمنين، فسيكون هذا العذاب تكفير ورحمة من رب العالمين. فهو عذاب أليم بالكفار ورحمة من رب العالمين بمن سواهم من المؤمنين حتى يكفر عنهم ذنوبهم وتقصيرهم في هذا الزمان الصعب. هنا يا إخواني عندما نتكلم عن العذاب الأليم، نقول أن كلمة العذاب في القرآن الكريم بأشكالها وألوانها تكررت مرارا وتكرارا في آيات القرآن الكريم. وأنا الصحيح يعني قبل ما آجي يعني كنت بشتغل على الكمبيوتر وحبيت إني شو أسوي، يعني أدرس كلمة العذاب لعله يكون هناك خير في دراستي لهذه الكلمة. وأنا درست في السابق ولكن فتحت الكمبيوتر من جديد فبدأت أخرج الآيات التي تتكلم عن العذاب. لربما كان هناك ما بين 300 إلى 400 آية، 300 إلى 400 آية فيها يعني تتكلم عن العذاب بأشكاله وألوانه. هلأ من هذه الآيات قلت سأخذ نوع العذاب اللي احنا بنتكلم عنه حاليا هو العذاب الأليم. من الآيات تقريبا بين 300 إلى 400 آية هناك تقريبا 75 آية تتكلم عن العذاب الأليم. هلأ في هذه الآيات طبعا تعطينا صفات الناس، يعني مين هم الناس الذين سيقع عليهم العذاب الأليم وماذا سيحدث معهم في الدنيا وفي الآخرة، يعني هذا بحث عظيم. فأنا بدأت في هذه الآيات يعني أدرسها حتى أن أخرج الصفات، يعني إلا ربما انتهيت من 10 12 13 لا أعلم والله يعني عدد الآيات اللي انتهيت منها وأنا يعني أتأملها وأتدبرها. ولكن من 75 الآية أخذت البدايات، في البدايات أخرجت تقريبا بين 60 إلى 70 صفة من الصفات التي تتكلم عن صفات أصحاب العذاب الأليم. وهذه إخواني صفات كثيرة. هلا إذا إحنا بدينا نقول هنا في عنا مجال للبحث لربما لطلبة العلم من الإخوة اللي بدرسوا شريعة في الجامعات وأحبوا أن يقوموا بهذا النوع من البحث، فأنا أنصح بهذه الدراسة، هي دراسة أنواع العذاب في القرآن الكريم. يعني أول شيء خذ الآيات القرآنية التي تتكلم عن العذاب، أخرج كل الآيات القرآنية اللي فيها كلمة عذاب بأنواعه، عذاب، العذاب، يعذبون، عذابهم، أي كلمة يعني كلمة العذاب، وأخرج كل الآيات. وبعد ما تخرج كل الآيات أول شيء صنف أنواع العذاب، عذاب أليم، عذاب مهين، عذاب عظيم، صنف أنواع العذاب. وبعدين كل نوع من أنواع العذاب اللي أنت صنفته مثل العذاب الأليم افرد آياته، يعني خذ الآيات اللي موجودة فيها وبعدين أخرج جميع الصفات الموجبة لهذا العذاب. بعدين بعد ما تخرج جميع الصفات ابحث عن مجموعات الناس، مجموعات الناس التي فيها هذه الصفات، عشان نعرف كل نوع من أنواع العذاب لأي مجموعة من الناس، مين اللي الله سبحانه وتعالى اختصهم. من المؤكد إخواني إنه أصناف العذاب، يعني لو أخذنا العذاب الأليم، يعني قلنا يعني في الآيات اللي احنا درسنا فيها قلنا أول آية من آيات العذاب الأليم تتكلم عن إن الذين كفروا، بمعنى كذبوا، وهم كما قلنا يعني شريحة من شرائح الناس مثل بني إسرائيل. إلا إنه أيضا العذاب الأليم ارتبط مش بس مع بني إسرائيل، مع صفات أخرى، مع شرائح أخرى من الناس، زي على سبيل المثال ثمود، قوم صالح، يعني الله سبحانه وتعالى توعدهم بالعذاب الأليم إنهم مسوا الناقة بسوء بأذى فلهم عذاب أليم. وعلى سبيل المثال يعني هناك أصناف من الناس كثيرة لها صفات. فالفكرة هنا إخواني أنت ابدأ اخرج الآيات وافحص من هم مجموعات الناس. اللي بدنا نوصل له يعني الخلاصة تبعت الدراسة يجب أن تكون كالآتي: كل نوع من أنواع العذاب، من هي أكبر، لا أقول الشرائح، لا أسأل كالآتي: من هي أكبر شريحة من الناس تنطبق عليها صفة هذا العذاب أو ستعذب بهذا النوع من العذاب؟
وفي النهاية خذ أكثر مجموعة من الناس الموجودين في الدنيا لهم أكبر أنواع من العذاب. كل هذه الأنواع، النوع الأول، الثاني، الثالث، الرابع، يعني شوف مين أكثر مجموعة من الناس تحققت فيهم الصفات أنه تنطبق عليهم أكثر من نوع من العذاب. وأخرج في النهاية، يعني بدنا في النهاية مجموعة واحدة، يعني بدي مجموعة واحدة الله سبحانه وتعالى اختصها بكثير من أنواع العذاب اللي موجود في القرآن الكريم. يعني ربما كان إخواني هذه دراسة يعني تعطينا فكرة، وإن قمت بعمل إحصائيات أرقام يعني كنسبة وتناسب كل نوع من العذاب، هذا مثلا المجموعة من الناس في إلها 80% من نوع من العذاب، وهذه المجموعة من الناس 20% أو 10%، وهكذا أيضا راح تبين لنا أمور كثيرة. وإن شاء الله إخواني يعني قليلا قليلا يعني نتكلم عن أصناف العذاب، كل ما مرأنا بآية فيها نوع من أنواع العذاب نتكلم عنها. إلا أنه تكلمنا إخوان أن العذاب الأليم لربما يعني لما نصل لخلاصة سنجد أن العذاب الأليم أكثر ما تم تخصيصه لبني إسرائيل يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى سيعذب بني إسرائيل عذاب أليم، وهذا كما تكلمنا عنه من واقع الآيات القرآنية، ونقول دائما هذا والله سبحانه وتعالى أعلم. فقلنا الله سبحانه وتعالى يقول يغشى، بمعنى أنه غشاوة ستصيب كل الناس، إلا أنه كما تكلمنا يعني حسب الرؤى نقول والله أعلم، ونقول الرؤى ظنية وليست قطعية، ولكن حسب كثير من الرؤى اللي جاءتني يبدأ العذاب الأليم في الناس، ولكن عندما يصل للرائي اللي بيشوف الرؤية شو بيصير، يتوقف عند عتبة بيته أو عند قدمه ولا يصل ولا يعذب هذا الإنسان، فيكفي الخوف العظيم الذي دخل في قلبه من هذا العذاب الأليم. فالله سبحانه وتعالى يقول ربنا اكشف عنا. قلنا وتكلمنا في الأمس إخواني ونحن نتقدم في الآيات بعجالة، إن هنا ضمير المخاطب ربنا يعني الذي يتكلم وينادي ربنا، يعني يا ربنا الذي يتكلم ويخاطب الله سبحانه وتعالى، كما قلنا تعود على هؤلاء بل هم في شك يلعبون، وتكلمنا عنهم وقلنا هؤلاء تعود على بني إسرائيل وهم كانوا في زمن سيدنا موسى أو أمة سيدنا موسى، ولكن هنا الخطاب إنه هذه الأمة اللي كانت على زمن سيدنا موسى تقدم فيها الزمان حتى وصلت للفترة الزمنية اللي احنا نتكلم عنها، وقلنا الفترة الزمنية اللي نتكلم عنها في هذه الآيات ما بين المهدي والأعور، ولا يمنع أن تقول قبل المهدي ونقول الله أعلم، ولكن رجحنا أنها ما بين المهدي والأعور. فهؤلاء يتكلموا ما بين المهدي والأعور، هذا الاحتمال الراجح، ويقولوا لله سبحانه وتعالى ربنا اكشف عنا العذاب، يعني العذاب يصيبهم على الحقيقة، فلما يصيبهم العذاب يبدأوا يدعو الله سبحانه وتعالى كما هو عادتهم، بأن الله سبحانه وتعالى يفرج عنهم كربهم، أنه يغفر لهم، أنه هو يقبل توبتهم، أنه هو يرفع عنهم العذاب. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنين. ويقول هؤلاء شو بيقولوا الله سبحانه وتعالى؟ آمنا، خلاص انتهى الموضوع، احنا راح نرجع ونقول لا إله إلا الله ونآمن بكل شيء انت بعثته، بمعنى انه راح يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، سيعترفوا بدين محمد عليه الصلاة والسلام في دعواتهم. احنا لن نشهد هذه الدعوات، ولكن هم مش راح يسووه، راح يدعوها حتى لو ما شفناهاش. في ايش؟ في خبائهم، يعني في خبائهم وهم بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، لما يأتي العذاب راح يتخبوا ويبدوا يدعوا الله سبحانه وتعالى يا رب راح نآمن فيك وراح نآمن برسالة سيدنا محمد. وكما نعلم هم يعلمون أن محمد عليه الصلاة والسلام حق، ويعلموه كما يعلم أبنائهم ولربما أكثر، لأن صفة سيدنا محمد موجودة عندهم في التوراة وموجودة في الإنجيل، هم يعلموا صدق الرسالة، إلا أنهم لا يعترفوا فيها تكبرا كبرا، لأنهم ما بدهم يعترفوا بمحمد النبي الأمي الأمين أنه هو جاء من غير بني إسرائيل، فكانوا يشترطوا أن تكون الرسالة في بني إسرائيل حتى يؤمنوا فيها. هنا يقول لله سبحانه وتعالى إنا مؤمنون، والجواب إخواني يأتي متى؟ يأتي في بداية سورة البقرة عن هذا الكلام اللي هم بيدعوه. شوفوا سبحانه وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، وشو بيقول سبحانه وتعالى؟ وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا
وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الجواب فين سبحانه وتعالى؟ حط لنا إياه من بداية القرآن الكريم على الكلام اللي هم شو بيقولوا. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فالله سبحانه وتعالى بخبرك إنه هذا ادعائهم أنهم مؤمنين مالهم كذب وخش وخداع كما كان ديدنهم في كل الزمن. يعني مثلا على سبيل المثال، يعني لما عذبت بني إسرائيل في مصر وعذبها فرعون يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، ألم يبكوا لله سبحانه وتعالى يا رب اكشف عنا العذاب إنا مؤمنين؟ والله سبحانه وتعالى أرسل لهم سيدنا موسى، وبعد ما أرسل لهم سيدنا موسى وأعطى سيدنا موسى آيات عظيمة دلت على نبوته وصدق هذه النبوة، ألم يكن يجدر بهم أن يؤمنوا مع سيدنا موسى بالله سبحانه وتعالى؟ لما أخرجهم سيدنا موسى من هذا العذاب العظيم اللي كانوا عايشين فيه، العذاب المهين اللي كانوا فيه في زمن فترة فرعون، لما جاوز فيهم البحر، البحر إشارة يعني ميقات مكاني ما بين أرض العذاب وبين إيش؟ أرض السلم، الأمان، الطمأنينة. لما جاوز فيهم البحر وأغلق البحر وغرق فرعون، غرق فرعون وكل جنده اللي نزلوا في البحر كلهم ماتوا، وكل بني إسرائيل اللي جاوزوا البحر وصاروا على شط الأمان زي ما نقول، صاروا على إيش؟ شط الأمان. أول شيء شو طلبوا من موسى؟ شافوا ناس بتعبد أصنام، شو قالوا؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. مش هذا اللي قالته بني إسرائيل؟ ألم يجدر بهم إن هم بعد ما شافوا كل هاي الأمور إنهم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى؟ بس الله سبحانه وتعالى شو بيقول؟ إنا مؤمنون. هذا شو مالها؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وما هم بمؤمنين، فلن نصدق هذا الإيمان. لأنه سبحانه وتعالى نقول هل يقبل منهم الإدعاء؟ مع أنه سبحانه وتعالى يعلم أنه بكاءهم وادعائهم كذب، يعلم سبحانه وتعالى بقوله وما هم بمؤمنين. الله سبحانه وتعالى يقول لما سيدنا محمد إن الذين كفروا، هم هدول نفسهم، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. بس هل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أنه يبلغ ولا ما فيش عليه أنه يبلغ؟ عليه أنه يبلغ. يعني مع أنه إحنا نعلم أنه ما في رجاء من قبولهم للدين والإيمان، إلا لا زال علينا شو نسوي؟ نبلغ. والله سبحانه وتعالى من كرمه ومن رحمته، مع أنه يعلم ما في قلوبهم، في قلوبهم مرض، يعلم ما في قلوبهم، إلا أنه سبحانه وتعالى شو بيسوي؟ يعطيهم الفرصة لإظهار الإيمان. إذا أنت بتدعي أنك أنت مؤمن اظهر الإيمان. فبعد سيدنا موسى وبعد عذاب فرعون وبعد ما قالوا لله سبحانه وتعالى نجنا نؤمن، نجاهم سبحانه وتعالى. وشو أظهروا؟ مباشرة أظهروا الكفر، اجعل لنا إلها. ولو جينا إخواني بعد فترة سيدنا موسى وبعد ما دخل الأرض المقدسة مع سيدنا داود وبقيوا مع سيدنا سليمان، وبعد ما شافوا الجن وانفتنوا فيهم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، اتبعوا وصاروا أتباع لمين؟ للجن. وصاروا أتباع لمين؟ للجن، مش لسيدنا سليمان. ولما مات مش لسيدنا سليمان، ولما مات سيدنا سليمان كفروا سيدنا سليمان وقالوا سيدنا سليمان كافر، والله سبحانه وتعالى برأ سيدنا سليمان وقال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، كانوا من الشياطين. والله سبحانه وتعالى في الفترة شو بده يسوي؟ بده يعاقبهم، أرسل عليهم عقاب. انقسموا دولتين، إسرائيل واليهوذا، أبيدت دولة إسرائيل. دولة يهوذا أرسل عليهم نبوخذ نصر من العراق، قتل أبنائهم ورجالهم وأبقى شيوخهم ونسائهم وأطفالهم وأخذهم أسرى في معسكر بابل. لما صاروا في معسكر بابل وخلعوا ثياب الملوك وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، شلحوا لباس الملوك ولبسوا المماسح، شو صاروا؟ صاروا يبكوا لله عز وجل، إنا مؤمنين، إنا مؤمنون. يعني بدأوا يبكوا لله سبحانه وتعالى إن هم مؤمنون، إنا مؤمنون. الله سبحانه وتعالى يعلم إن بكائهم كذب، ولكن مع هذا الشيء أرسل لهم أنبياء. جاء نبي الله دانيال، جاء نبي الله إشعياه، وقالوا لهم أن الله سبحانه وتعالى قد سمع بكاءكم ويعلم أنه هذا البكاء ماله كذب، يخادعون الله والذين آمنوا.
ولكنه سيعيدكم الأرض المقدسة. يعني الله سبحانه وتعالى ارتضى منهم البكاء ولا ما ارتضى؟ ارتضى، مع انه ايش؟ مع انه هذا البكاء كذب، يعلم انه سبحانه وتعالى هذا البكاء كذب. فنقول لما ارتضى سبحانه وتعالى منه البكاء الكذب؟ نقول لانه الله سبحانه وتعالى ارحم الراحم. يعني اذا انت واقف للصلاة بدك تصلي وتقرأ القرآن، ان الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا اذا لم تستطع ان تبكي فتباكى، تباكى، يقبل منك سبحانه وتعالى هذا التباكي. الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. فهؤلاء بكوا لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قبل منهم هذا البكاء. فهم يقولوا إنا مؤمنون خداعا وغشا وكذبا، والله سبحانه وتعالى يقبل منهم. ولكن لاحظوا إخوان، قبول الله سبحانه وتعالى إنما هو رحمة من الله. إنما قبول الله سبحانه وتعالى لهذا البكاء الكذب سيكون سبب في خيرهم ولا سبب في شرهم؟ الله سبحانه وتعالى يقول في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. كيف زادهم الله مرضا؟ انه قبل منهم هذا البكاء، رحمته سبحانه وتعالى انه قبل منهم هذا البكاء. شو اعطتهم؟ اعطتهم انهم اتمادوا في هذا الكذب وهذا الغش، فزادهم يعني ازدادوا برحمة الله، بصفة الله من الرحمة، ازدادوا مرضا، فزادت قلوبهم مرضا انهم خادعوا الله سبحانه وتعالى واغتروا برحمة الله سبحانه وتعالى وخادعوا المؤمن. فالله سبحانه وتعالى يقول هؤلاء يدعوا انهم يعني قالوا إن مؤمنين، والله سبحانه وتعالى يقول لنا انهم لن يؤمنوا وليسوا بمؤمنين. لذلك الله سبحانه وتعالى هنا في حال ادعائهم الايمان، يعني نعلم انه شو بده يسوي سبحانه وتعالى، سيعطيهم فرصه. شو بقول؟ انى لهم الذكرى، يعني ما تذكروا الاحداث الماضيه، ما تذكروا حياتهم مع سيدنا موسى، ما تذكروا حياتهم مع سيدنا سليمان، ما تذكروا حياتهم مع سيدنا عيسى، كيف ادعوا الإيمان ثم أظهروا الكفر وعذبوا وطردوا من الأرض المقدسة. يجب أن تكون هذه الذكرى ذات معنى ويستفيدوا منها. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم في النهاية جاءهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، جاءهم سيدنا محمد رسول مبين. ليش رسول مبين؟ نحن نتكلم عن القرآن الكريم، وقلنا في البداية الله سبحانه وتعالى يقول والكتاب المبين، وقلنا والكتاب المبين هنا إنما جاءت عن القرآن، وسيدنا محمد جاء بالقرآن، فهو أيضا من صفة القرآن المبين أنه رسول مبين، بمعنى يحمل رسالته في القرآن المبين. فجاءهم بعد كل كذبهم وكفرهم وادعائهم الإيمان السابق، جاءهم رسول مبين يبين كل الأمور اللي اختلفوا فيها وكل الأمور اللي أخفوها وكل الأمور اللي حرفوها في التوراة وفي الإنجيل، ببين لهم إياها في القرآن الكريم. يعني إذا أنت خبيت شغلات في التوراة وفي الإنجيل وزورتها وحورتها وغيرتها فهي موجودة في القرآن، ولن تستطيع أن تخفيها، لأن القرآن ماله كتاب محفوظ من عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى حفظه، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظه. فالله سبحانه وتعالى يقول وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. يعني قد يقول البعض أن الذين قالوا معلم مجنون هم مين؟ هم آل قريش، وهيك كل واحد يعني اللي جاء فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن ننبه سيدنا محمد إنما أرسل رحمة لمين؟ للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مش بس لقريش، مش بس للعرب، لكل الأمم، ومنها مين؟ اليهود والنصارى والمشركين والملحدين والمنافقين والإنس والجن للثقلين. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أرسل للجميع. فنقول أن إن جاءت كلمة معلم مجنون على لسان عربي فإنما جاءت من الوضع على اللسان هؤلاء، يعني من اللي قالهم قولوا لمحمد أنك معلم مجنون. فنعلم أنه من هذه الآية ثم تولوا، يعني هؤلاء اللي هم بني إسرائيل تولوا وقالوا، مش شرط بلسانهم، قد يكونوا قد وضعوا الكلام على لسان مين؟ لسان آخرين. فلو قلنا أنه لو جاء، حتى لو جاء الكلام على لسان قريش فإنما تكون بني إسرائيل هي التي وضعت هذه الكلمات على لسان هؤلاء
وقالوا لهم قولوا لمحمد أنك معلم مجنون. فقالوا معلم بمعنى إنه الكلام اللي أنت بتحكي عنه علمك إياه آخر مجنون، أنك لا تعلم ما هو خيرك وما ينفعك وما يضرك. فهذه الكلمات اللي وصف فيها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الآن الله سبحانه وتعالى يأتي لطلبهم، هم مش طلبوا ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب. شو بقول سبحانه وتعالى؟ إنا كاشف العذاب. شو بدي أسوي؟ بدي أستجيب. لما إمتان؟ لما قالوا إنا مؤمنون. فلما ادعى هؤلاء ولما قال هؤلاء إحنا تبنا وإحنا مؤمنين وسنسير حسب أمرك يا الله وسنعود إلى التوراة الحقيقية أو سنسير حسب آيات القرآن الكريم أو حسب تعاليم دين الإسلام اللي جاء في سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فالله سبحانه وتعالى قال لما قالوا إنا مؤمنون شو قال؟ إنا كاشفوا العذاب قليلا. كاشفوا العذاب إيش؟ قليلا، يعني سنكشف عنهم هذا العذاب. يعني ربما كشف عنهم الدخان كله، وهذا الكشف شو راح يكون؟ قليل. ليش؟ معناه في بعديه عذاب آخر أليم الله سبحانه وتعالى، أو رهيب، عذاب رهيب. شو بقول في العلاقة الرئيسية سبحانه وتعالى ما بينه وما بين بني إسرائيل؟ بقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإيايا فارهبون. فهناك عذاب رهيب سيصيب بني إسرائيل بعد هذا العذاب الأليم اللي جاء فيه الدخان الذي يغشى الناس. فلما يرفع الدخان حتى إنه تعطى بني إسرائيل فرصة لإظهار هذا الإيمان، شو بقول سبحانه وتعالى؟ إنكم عائدون. يعني بعد ما نرفع عنكم العذاب تبع الدخان ونعطيكم الفرصة وبتمشوا شوي صغيرة، شو بتسووا؟ بترجعوا للكفر وإظهار الكفر. فسيعود، يعني ما نعلم ونقول والله أعلم، إنه بعد ما يبدأ الدخان سيرفع هذا الدخان اللي هو العذاب بإعلان بني إسرائيل إيمانها، وبعد أن يرفع ستعود بني إسرائيل لإيش؟ لكفرها. وهنا ستبدأ أو سيظهر علامات أخرى، لربما بتبدأ سنين الجوع والله أعلم، ولربما كان الدخان مع سنين الجوع نفسها. إلا أنه سيأتي بعد هذا الدخان سيأتي الأعور، ومع الأعور شو رح يجي؟ رح يجي يوم نبطش البطشة الكبرى. شو رح يجي؟ هنا بعد الدخان شو رح تيجي؟ البطشة الكبرى. وقلنا البطشة الكبرى إنما تدل على عذاب شديد ومنهي لدولة شديد ومنهي لدولة بني إسرائيل بالكامل. يعني الله سبحانه وتعالى سيحقق وعد الحق. نعلم وقلنا إخواني في دروسنا أن سبحانه وتعالى تكلم عن علوين لبني إسرائيل، علوين، وتكلمنا إخواني في هذين العلوين. هنا إخواني يعني نتوقف قليلا عن علوي بني إسرائيل، منهم أفردنا لهم كثير من الدروس، وتستطيع العودة لهذه الدروس على اليوتيوب أو على الفيسبوك، ولكن نذكر الله سبحانه وتعالى ابتدأ بهذين العلوين بالفساد، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن بإيش؟ بالفساد في الأرض. هذا الفساد مرتبط فين؟ في الأرض. والأرض هنا هي الأرض، هنا هي الأرض المقدسة، لأنه تكلمنا عن بني إسرائيل يعني علاقتها وعلاقة هنائها أو علوها وعلاقة عذابها مرتبط بالأرض المقدسة. هاي العلاقة، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فناخذ هاي الكلمات الثلاثة، كلمات الثلاثة، أول إشي الفساد، ثاني إشي الأرض، ثالث إشي إيش؟ العلو. ثلاث شغلة. أول شيء إخوان، يعني بعض الإخوان بيجي بيقول لك يا شيخ في الشيخ الفلاني يعني يتكلم بعكس أو بشيء آخر عن اللي أنت بتتكلم فيه. وهذا إخواني يحزنني جدا، إنه إنسان يجي يقارن الكلام اللي أنا بحكيه مع كلام عالم آخر. إن أنا أردت أن أتوقف عند كلام العلماء لن أتكلم
يعني خلاص نكتفي بما جاء فيه العلماء، نكتفي فيه خلاص نكتفي، ونحن نحترم كل علمائنا ونجلهم. ويحزنني انه يجي انسان يقول لي انت بتتكلم بكلام ما قال فيه العالم الفلاني، كاني انا اعترض على كلامه. انا لا اعترض على كلامه، انا اتكلم بما افهمه من القران الكريم، وهذا لا يعني ان انا اعترض على كلامه ولا باي حال من الاحوال. وعلى الحقيقه يعني احتراما لهؤلاء العلماء، يعني ان اردنا ان نحترمهم الاحترام الكامل والمضبوط نتوقف ولا نتكلم في شيء قالوا. ولكن سبحانه وتعالى يقول ثم إن علينا بيانا، يعني القرآن الكريم لن يتوقف بيانه. فإن نحن توقفنا في الكلام وتدبر القرآن الكريم كأنه نقول لسبحانه وتعالى لا نريد باقي البيان اللي موجود في القرآن الكريم. عشان هيك إخواني احتراما للعلماء ورحمة فينا، يعني رحمة في، أرجو من الجميع عالم آخر يعني يسألني عن كلامي، أنت يا شيخ شو رأيك في هذه المقولة، فأنا بقول له شو رأيي، وله الحرية الكاملة أنه يأخذ فيها أو يتركها. أنا ما بلزمك أنك أنت تأخذ بكلامي وبرأيي، أنا بقول لك الصورة اللي أنا فهمتها من قال الله وقال الرسول، وأجتهد بحاول قدر الإمكان أن أجتهد وأتقي الله سبحانه وتعالى في وصولي للمعلومة وبضعها بين إيديك. فإن أصبت نرجو من الله سبحانه وتعالى الأجر، وإن أخطأنا نرجو من الله سبحانه وتعالى المغفرة، أن الله سبحانه وتعالى يغفر لنا. وإحنا غايتنا وهدفنا إن شاء الله تقوى الله ورضا الله. عشان هيك إخواني يعني حبا في الله سبحانه وتعالى ما تقارنوا كلامي مع كلام العلماء، وما تيجي تقول لي يعني العالم الفلاني قال كذا وكذا وكذا. هؤلاء علمائنا أحبتنا، إن نحترمهم نجلهم نضعهم فوق رؤوسنا ونوقر كل ما قالوا فيه. نحن نتدبر القرآن، والله سبحانه طالبنا بتدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ونتدبر امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، ونرجو من الله سبحانه وتعالى التوفيق. فإن أخطأنا يعني فليغفر الله سبحانه وتعالى لنا. إذا أنت ما عجبك كلامي يعني خذ كلام أي عالم آخر أنت بدك إياه. عشان هيك دادي إخواني يعني طلب إن شاء الله. نعود إخواني لا العلوين اللي احنا تكلمنا فيهم. فالله سبحانه وتعالى تكلم ثلاث كلمات موجودة في الآية، الفساد والأرض والعلو. أما الفساد إخواني لو أخذنا الفساد لوحده، فساد لوحده، سنجد أنه رحلة حياة بني إسرائيل من ابتدائها لانتهاء كلها فساد، كلها فساد. عشان هيك إني أجي أقول أنه في فسادين لبني إسرائيل ليس بسليم، ولكن نتكلم عن فسادين مربوطين بإيش؟ بالأرض والعلو. يعني احنا نتكلم عن فسادين مرتبطين بالأرض وبالعلو، مش فسادين لوحدهم. إذا بدنا نتكلم بفساد كفساد لوحده شو منقول؟ منقول إنه بني إسرائيل رحلة حياتها كلها من ابتدائها لانتهائها فساد. يعني زي ما تكلمنا يعني ما سيدنا يوسف حاولوا إنهم يقتلوا رموا في البير، ما سيدنا موسى قالوا عنه السحران تظاهرا وطلبوا منه اجعل لنا آلهة كما لهم الآلهة وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وسيدنا موسى قال افرق بيني وبين القوم الفاسدين ورفضوا يدخلوا مع الأرض المقدسة، والله سبحانه وتعالى رفع الجبل فوقهم كأنه ظلة حتى أنه يخسف فيهم هذا الجبل. يعني رحلة حياتهم مع سيدنا موسى كلها فساد. أخوهم هم بني إسرائيل أبناء يعقوب مش كادوا لسيدنا يوسف ورموه في البير، وكمان مع سيدنا داود وسيدنا سليمان، سيدنا سليمان كفروه، وبعد سيدنا سليمان إخواني لما الله سبحانه وتعالى رجعهم مع سيدنا عيسى مش ادعوا إنه هو كاذب وإنه هو ابن زنا وحاربوه طول حياته وقالوا قتلناه وصلبناه تسببنا بقتله وصلبه. فإذا إحنا نظرنا إلى رحلة حياة بني إسرائيل كلها فساد. عشان هيك لا نستطيع أن نتكلم بس عن الفساد كفساد في هاي الآية، لازم كل فساد مرتبط بإيش؟ بالأرض. لا تفسدن في الأرض مرتين، ففي فسادين في الأرض. هلأ في الأرض لو جينا الأرض لحالها منقول بني إسرائيل دخلت الأرض المقدسة ثلاث مرات مش مرتين. دخلت الأرض المقدسة أول مرة مع يوشع بن نون، مظبوط ولا لا؟ وبقيت مع يوشع بن نون مع سيدنا داود وسيدنا سليمان، وبعدين طردت، هي أول مرة. ودخلت ثاني مرة ببشارة إشعياهو لما برجعها كورش
الحاكم الفارسي واعطاها الاذن ترجع، رجعت ببشاره اشعياهم، وبعدين طردها الرومان، ودخلت ثالث مره ايمتان؟ سنه 48، مظبوط ولا لا؟ هلا احنا نتكلم عن الارض المقدسه. هلا ما في علاقه بين هاي الايه القرانيه وجود بني اسرائيل في ارض اخرى. يعني تيجي تقول لي على سبيل المثال نحن نتكلم عن وجود بني اسرائيل في مثلا خيبر، بقول لك خيبر مش هي الارض اللي الله سبحانه وتعالى يتكلم عنها في هذه الايه، نحن نتكلم عن ايش؟ عن الارض المقدسه. فنحن نتكلم عن شيء له علاقه في الارض المقدسه، الارض هي الشغله الثانيه. عشان هيك بنقول انه بني اسرائيل دخلت للارض المقدسه ثلاث مرات. فلو قلنا كل دخول هو يتكلم عنه سبحانه وتعالى، بنقول لا، لانه الله سبحانه وتعالى يتكلم عن ايش؟ عن دخولين، يعني في دخولين من الثلاثه، في مرتين من هذه المرات الثلاثه تاتي في هذه الايه. في عندنا فسادين مرتبطين في دخولين من اصل ثلاثه، لا تفسدن في الارض مرتين. هلا الشغله الثالثه اللي بتحدد لنا شو هم المرتين من الثلاثه، ولا تعلن علوا كريما. شو يعني؟ يعني في مرتين من الثلاث مرات اللي دخلتوها في الارض المقدسه ارتفعت ارتفاع عظيم. نيجي نشوف الثلاث مرات. اول مره قلنا مع سيدنا، يعني خلينا نقول مع بشاره يوشع، مع نبي الله يوشع بن نون، وبقيت مع سيدنا داود وسليمان. هلا في فتره سيدنا سليمان قبل ما تطرد، هل علت في الارض ولا ما علت في الارض؟ نقول طبعا علت، لانه سيدنا سليمان شو سوى؟ حكم الدنيا كلها في فترة سيدنا سليمان. نيجي للمرة الثانية. المرة الثانية لما دخلت بشارة إشعياهو، لما دخلت الأرض المقدسة بشارة إشعياهو وانتظرت سيدنا عيسى، مين كان يحكم الأرض؟ منقول البيزنطيين. في رحلتها كلها لما بقيت في الأرض تنتظر سيدنا عيسى، ولما طردها تيتوس وهرديان من الأرض المقدسة، هل علت بني إسرائيل في الأرض؟ نقول لا، لانه اصلا كانت تحت حكم بيزنطي فما في علو. طب نيجي لسنه 48، دخلت بني اسرائيل سنه 48 للارض المقدسه، هل علت بني اسرائيل بعد 48 في الارض ولا ما علت؟ فنقول علت، وحاليا نستطيع ان نقول انه بني اسرائيل لربما كانت اعلى دوله في الدنيا وتحكم كل حكام وزعماء ورؤساء العالم. يعني حتى لو احنا مش شايفين، ولكن هذا ما نعتقده، انه هي التي تعلو وعلت في الارض. فربما حاليا بني اسرائيل تحكم الدنيا ونحن لا نعلم. فنقول معناه العلوين اللي الله سبحانه وتعالى يتكلم عنه في هذه الايه، العلو الاولاني زمن سيدنا سليمان، والعلو الثاني بعد سنه 48. ودائما نقول والله اعلم، ولك الخيار انك تقبل كلامي تحليلي خلينا نقول او لا، ولكن سبحانه وتعالى يتكلم في هذه الآية لا تفسدن في الأرض مرة. هلا ولا تعلن علوا كبيرا. المهم انه رحلة فساد كل بني اسرائيل كما قلنا، كلها رحلة حياتها كلها فساد، وفي عنا علوين فيهم فساد عالي، واحد زمن سيدنا سليمان انتهت وكان مفعول، هذا وعدا مفعول، هذا يعني خلاص انتهى. لا، في الله سبحانه وتعالى قال فإذا جاء وعده أولاهما. طب والثاني شو قال عنها؟ فإذا جاء وعد الآخرة. يعني المرة الثانية، طلع المرة الأولى كان في عذاب، الله سبحانه وتعالى بطش فيهم. شو يعني بطش فيهم؟ كانوا 12 سبت، احنا بنعرف أبناء سيدنا يعقوب 12، يعني 12 سبت، وكل سبت كان قبيلة. لما عذبوا بعد ما هم كفروا سيدنا سليمان، أكم من سبت تبقى منهم؟ إما سبت أو سبتين. على الاغلب تبقى منهم سبت واحد اللي هم سبت يهوذا. عشان هيك من تلك الفتره صاروا اسمهم اليهوذ او اليهود، يعني بطلوا بني اسرائيل شو صاروا؟ اليهود. فنقول اليس نزولهم من 12 سبت، خلينا نقول 10، من 12 سبت لسبتين، اليس هذا بطش؟ نقول طبعا بطش، ولكن لما سبحانه وتعالى يقول يوم نبطش البطشه الكبرى، شو معناه؟ معناه لما يجي وعد الآخرة ويبطش فيهم سبحانه وتعالى، شو بدها تكون هاي البطشة؟ كبرى مقارنة مع البطشة الأولى في العلو الأولاني. في العلو الأولاني لما بطش فيهم سبحانه وتعالى قتل منهم، خلينا نقول 11 سبت وتبقى سبت، نقول 11 سبت وتبقى سبت واحد. طب هاي البطشة الثانية شو راح معناها؟ راح تتم منهم، لن يتبقى منهم أحد إلا من يعصم نفسه ويقول إنا مؤمنون. لمين؟
لسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، لأنه كما نعلم أن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام سيكسر الصليب ويضع الجزية ويذبح الخنزير. شو يعني يضع الجزية؟ يعني يخير كل من تبقى من أهل الكتاب ما بين الدخول في الإسلام وما بين القتل. هلأ إن تبقى من بني إسرائيل من يقبل أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، شو بده يسوي؟ بده يعصم دمه، والباقي شو بده يصير فيه؟ سيفنى. فإن فنيت كل أو إن فني كل من قال أو إن فني كل من رفض أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله من بني إسرائيل، أليست هذه بطشة كبرى؟ هذه هي البطشة الكبرى. الله سبحانه وتعالى يقول يوم نبطش البطشة الكبرى فسادهم العالي الثاني. ولما سبحانه وتعالى يقول إنا منتقمون، ليه؟ لأنه هنا في عنا أمرين. الله سبحانه وتعالى علمنا أن بني إسرائيل يخادعون الله والذين آمنوا. هلأ بني إسرائيل فعليا على الحقيقة لغاية الآن لو نظرنا هي بتأذينا إحنا الناس، بتأذينا إحنا الناس، والله سبحانه وتعالى يتركها، لأنه أذية بني إسرائيل للناس هي علاقة الناس بالناس، وأذية بني إسرائيل إلنا إنما هي عقوبة ربانية علينا إحنا المسلمين بتقصيرنا، كما قلنا بتقصيرنا نحن خرجنا عن الصراط المستقيم، فالله سبحانه وتعالى يسلطهم علينا. فهذه تدابير الله سبحانه وتعالى بقضائه وقدره. ولكن نقول لما تصل بني إسرائيل لمرحلة إخراج الأعور الدجال، مش هلا هي عمالة تعمل على إخراج الأعور الدجال وبتقول مشيح بو، وهي تدعي أنه هو إيش؟ المسيح، بتقول أنه المسيح. ولكن إن خرج الأعور الدجال على الحقيقة واتبعته اليهود، ونعلم من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنه 70,000 من يهود أصفهان راح يتبعوا الأعور الدجال، مظبوط ولا لا؟ فنقول أنه أكثر أتباع الأعور الدجال من اليهود والنساء، كما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث الرسول. هلأ اتباعهم للأعور الدجال، الأعور الدجال شو بده يقول؟ يقول أنا ربكم الأعلى. فستكون هنا العلاقة أنهم ألهوا إنسان، ألهوا إنسان، وضعوا إله بجانب الله سبحانه وتعالى، وضعوا إله بجانب الله سبحانه وتعالى. فستأتي بطشة الله سبحانه وتعالى بهؤلاء انتقام من الله أنهم وضعوا إله مقابل الله سبحانه وتعالى، وهذا ما فعلوا سبحانه وتعالى في البطشة الأولى في بني إسرائيل. في البطشة الأولى في بني إسرائيل إخواني نعلم أن الله سبحانه وتعالى أول شيء قسمهم بناتهم وسلط عليهم اللي حواليهم، سلط عليهم اللي حواليهم في هذه البطشة الأولى. لما؟ لأنه بني إسرائيل تجرأت على ذات الله سبحانه وتعالى، هي تتكلم وتقول بأسفارها لم نترك في الأرض المقدسة شجرة خضراء ولا تركنا تلة مرتفعة إلا وجعلنا فيها نصب، يعني إله عبدناه من دون إله لإغاظة الرب، يعني هم جعلوا آلهة، وحتى بسموها بقولوا جعلنا فيها نصب لبعل أو عشتروث، بسموا أسماءها، عبدناها من دون الإله لإغاظة الرب. هم بيعترفوا أنهم ألهوا آلهة وعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. فجاءت البطشة الأولى، وهنا لما يتبعوا الأعور الدجال شو راح تيجي؟ البطشة الكبرى. هنا أخوان نقول أن الله سبحانه وتعالى يتكلم عن مرحلتين من العذاب، مش مرحلة واحدة. العذاب الأولاني اللي هو الدخان، وبعد هذا العذاب سيدعوا الإيمان ويرفع عنهم العذاب، ثم سيعودوا إنكم عائدون ويؤله الأعور الدجال. ولما يؤله الأعور الدجال شو بدها تيجي؟ البطشة الكبرى. وهذه البطشة الكبرى ستكون إن الله سبحانه وتعالى يسلط عليهم جند المهدي، ويسلط عليهم سيدنا عيسى، فيأتي سيدنا عيسى ويقتل الأعور الدجال، ويأتي جند المهدي ويقتل قسم كبير من جيش الأعور الدجال، ثم يأتي سيدنا عيسى ويحكم في بني إسرائيل في باقي هذه البطشة. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون. فتنة، هلا تكلمنا عن الفتنة إخواني، ونذكر في معنى الفتنة. الفتنة هي رسمة على الطريق، زي كيف إحنا نمشي في سيارة على الطريق، شو بكون في عندك؟ شمال يمين وأمام. طريقك هو الصراط المستقيم، طريقك هو الصراط المستقيم، يعني أنت عارف وجهتك. شمال يمين مش إلك، أنت شو لازم تتمك؟ ماشي دغري، إحنا ماشيين على إيش؟ على الصراط المستقيم. ولكن الطريق شو فيه؟ شمال يمين، كل ما تمشي شوي فيه شمال يمين، شمال يمين، شمال يمين. أنت كإنسان مسلم شو مطلوب منك؟
انك تتمك ماشي على الصراط المستقيم، لا تروح على شمال ولا تروح على اليمين ولا تنحرف في طريقك على اي منفذ من منافذ الصراط المستقيم. المنافذ هي حرمات محرمة عليك، يعني في منفذ للزنا، في منفذ للكذب، في منفذ للسرقة، في منفذ للغش، هذه كلها فين بتروح شمال ويمين؟ لما الله سبحانه وتعالى يرسم لك هذا الطريق يحط لك المنافذ عشمال ويمين وتكون كلها محرمات، شو بقول لك؟ بقول لك هاي الطريق انت بدك تمشي، فأنت مخير إما بالاستمرار على الصراط المستقيم أو بإيش؟ بأخذ المفترقات اللي هي الفتنة. ولكنه سبحانه وتعالى لا يجبرك ولا على أي مخرج من مخارج الصراط المستقيم. بالضبط، بدك تتمك ماشي دغري. إذا أنت انحرفت شمال ولا يمين، فمين اللي انحرف؟ أنت اللي انحرفت. هل أنا أستطيع أن ألوم الطريق أنه فيها شمال ويمين لأن أنا رحت شمال ويمين؟ لا، أنت اللي اخترت أنك تروح شمال أو تروح يمين، أنت مطالب أنك تمشي دغري. هلا هذه الرسمة شو بنقول عنها؟ فتنة. كل شمال وكل يمين على الصراط المستقيم فتنة. طب ليش المقصد؟ طب لو أنا خليت لك الطريق بس دغري، كيف بدي أعرف إذا أنت دغري ولا لا؟ ما بقدر اعرف انك انت دغري وبدك تمشي دغري لما يكون في الطريق ايش؟ شمال ويمين. اذا انا رسمت لك شمال ويمين تميتك دغري، بعرفك دغري. بس اذا كان في شمال ويمين وانت لفيت شمال ويمين، شو بعرف انك انت مش دغري؟ احنا في العاميه بنقول هذا البني ادم دغري. شو يعني؟ يعني لا بروح شمال ولا بروح يمين، يعني بتم ماشي على الصراط المستقيم. فالله سبحانه وتعالى وضع الشمال واليمين في الطرق على الصراط المستقيم عشان يفهمنا ويفرجينا مين الدغري ومين الأعوج، مين الدغري ومين الأعوج. هيك احنا بنحكي في العامية. فالله سبحانه وتعالى يقول ولقد فتنا، يعني الشمال واليمين موجودة عند بني إسرائيل زي ما كانت موجودة عند مين؟ عند غيرهم من الناس. لما الله سبحانه وتعالى يقول ولقد فتنا، معناها رسمنا مش جبرنا هؤلاء أنهم يمشوا على الفتنة. فلما يقول سبحانه وتعالى ولقد فتنا، لازم نفهم فاهمين أنه معناها أنه فتحنا طرق على الصراط المستقيم ولكن لم نجبرهم على السير فيها. فإن اختاروا السير فيها لأنه في عندهم خلل في أنفسهم، ولكن إن ما كان في عندهم خلل بدهم يتمهم ماشيين على الصراط المستقيم. هلا الأعور الدجال إخواني شو ماله؟ فتنة. يعني هو احد المخارج اللي موجوده على الصراط المستقيم. شو المفروض فيهم؟ انهم يتركوا العوار الدجال. شو انتم هم ماشيين في ركاب الله في الصراط المستقيم، هذا الاصل. ما افتن فيه العوار الدجال بغض النظر قديش كان فتنه العوار الدجال شديده. ونعلم انه فتنه العوار الدجال عظيمه جدا سواء لبني اسرائيل ولا لمين؟ ايضا للمسلمين. ليش فتنه عظيمه جدا لبني اسرائيل؟ لانه الله سبحانه وتعالى أعطى الأعور الدجال القدرة على إحياء الموتى، وهو سيحيي إنسان واحد بقدرة الله سبحانه وتعالى أعطاه، زي سيدنا عيسى مش أعطاه القدرة أنه يحيي الموتى، وبعض الأنبياء أعطاهم القدرة أنهم يحيوا الموتى، وبعض الشخصيات في القرآن أعطاهم القدرة أنهم يحيوا الموتى. في مجموعة من الشخصيات الله سبحانه وتعالى أعطاه القدرة أن تحيي الموتى، منها مين؟ الأعور الدجال. فالله سبحانه وتعالى أعطى الأعور الدجال قدرة على إحياء الموتى. هذا لا يعني أن الأعور الدجال هو الذي يحيي الموتى. من اللي بيحييها؟ الله سبحانه وتعالى، ولكن بيد الأعور الدجال. فإن قام الأعور الدجال بإحياء إنسان، من اللي أحياه؟ الله. ولكن أن الله سبحانه وتعالى يجعل إحياؤه عبر الأعور الدجال شو بنسميها؟ فتنة. عشان نشوف باقي الناس هل ستؤمن أن الإحياء والإماتة بيد الله، ولا راح تعتقد انه الاحياء والاماته بيد مين؟ الاعور الدجال. فالاعور الدجال بالنسبه لبني اسرائيل او النصارى او المشركين او المجرمين انما هو فتنه. من ايش؟ من هاي القدره. ايضا الله سبحانه وتعالى اعطى الاعور الدجال قدره، اول شيء ستتبعه كنوز الارض كاليعاسيب. هو ماشي الاعور الدجال، فين في كنوز في الارض ذهب وفضه، راح يخرج لحاله كانه يعاسيب ويلحق الاعور الدجال. هذه فتنه لا المجرمين ولا مش فتنه؟ فتنه عظيمه، لانه كل الكفار شو بحبوا؟ بحبوا المال. الله سبحانه وتعالى يقول وتحبون المال حبا جما. فاتباعهم للعور الدجال سيكون اتباع لايش؟ للمال اللي جاء مع العور الدجال، وهي فتنه عظيمه. فالله سبحانه وتعالى جعل باب فتنه العور الدجال عريض جدا، يعني انت ماشي على الصراط ستجد باب عريض جدا شو اسمه؟ باب العور الدجال.
وعليك في هاي الفترة انك تقرر بدك تمشي في باب، اقعد شاطر اقعد، بدك تمشي في باب الاعور الدجال ولا في باب الصراط المستقيم، بدك تنقي انو بدك تنقي هذا الباب ولا هذا الباب. فبالنسبة لليهود والنصارى والكفار والمشركين سيكون الاعور الدجال فتنة، ولنا كمان سيكون فتنة. ليه؟ لانه اخواني نعلم انه في الفترة الموجودة قبل المهدي وبعد المهدي وقبل الاعور الدجال اول شيء ستكون هناك حروب وفتن، والناس راح تكون ضعيفة وراح تكون فقيرة وراح تكون متألمة، يعني في عندها هموم عظيمة جدا. وأيضا لسه بعد العور بعد ما يأتي المهدي سيبدأ، فستبدأ حروب المهدي، وهذا أمر عظيم جدا، أربع حروب في للمهدي، وسيزداد الجوع وستمسك الأرض في إحدى السنين ثلث ما لها والسماء ثلث ما لها، في السنة الثانية الثلث الثاني، في السنة الثالثة الثلث الثالث، يعني راح يكون في عنا جوع وعطش ومجاعة عظيمة عبر ثلاث سنين. وبعديها لما يأتي الأعور الدجال بعد هاي السنين اللي فيها جوع، شو راح يجي الأعور الدجال؟ راح يجي معه جبل من الخبز، وراح يكون في عنده القدرة أن يعمر السماء فتمطر ويعمر الأرض فتنبت. طيب والجياع من المسلمين شو بدهم يسووا؟ راح يشوفوا شخصية معها كل الخير وبتؤمر السماء وتؤمر الأرض، ومعه جنة ومعه نار وماشي، وكنوز الأرض كاليعاسيب. ألن تكون هذه فتنة عظيمة؟ ستكون فتنة عظيمة لضعاف القلوب وبالأخص للنساء. ليه؟ لأنه إحنا طلعنا للرجال، إن خلينا نقول نضرب هذا المثل وضربناه في السابق، رجل أب ومعه ابنه وابنه جوعان وجاء العور الدجال، يمكن الأب يعني يربط على قلبه ويقول لابنه اصبر، هذا العور الدجال ما بدنا ناخذ من خبزه. بس لما تكون الام مع ابنها بكون صعب عليها جدا، صعب جدا. عشان هيك اخواني احنا النصيحه انه احنا اذا علمنا او عرفنا ان العور الدجال يجوب الطرقات، ان نغلق الابواب على مين؟ على نسائنا. ليه؟ لان النساء قلوبهم رقيقه، ما بتقدر تصبر على الجوع، تشوف ابنائها جائعه ولا بأي حال من الأحوال، يعني قد تبيع دينها مقابل إيش؟ لقم تطعمها لأبنائها. وهذه رحمة في قلوب الأمهات، يعني إحنا نكن ونعظم هذه الرحمة، ولكن لا نريد لا نحب لأمهاتنا وأخواتنا وبناتنا ونسائنا أنهم ينقلبوا من الدين إلى الكفر من أجل إيش؟ من أجل إحياء أبنائنا. يعني هذا سيكون عظيم وشديد. عشان هيك منقول يعني لو اضطريت أنك تربت البنت او المرأة بالحبال في بيتها لما تعلم ان العور الدجال في الطرقات فافعل، ولا بأس حتى انك تمنعها من هذه الفتنة، وهي كلها 40 يوم فتنة العور الدجال. قديش كلها؟ كلها 40 يوم وتمضى. وبعدها شو راح يجي؟ راح يجي الرخاء العميم ان شاء الله، الله سبحانه وتعالى يرسل. فنقول اخواني هذه الفتنة، فتنة العور الدجال، من اعظم الفتن على الاطلاق. ولقد فتنا قبلهم، يعني فتناهم، وفتنا مين قبلهم؟ فتنا غيرهم، قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. يعني مين الرسول الكريم الذي جاء لقوم فرعون؟ نعلم انه سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام جاء لقوم فرعون. فالله سبحانه وتعالى يتكلم عن سيدنا موسى الذي جاء لقوم فرعون ويصف بأنه رسول كريم. كريم، الله سبحانه وتعالى جعله وأعطاه هذه الصفة. فقوم فرعون فتنوا. بما فتنوا؟ أيضا إخواني لو نظرنا إلى فتنة قوم فرعون سنجد أن فتنة قوم فرعون قريبة من فتنة مين؟ فتنة بني إسرائيل. لأن قوم فرعون كانت تؤمن بإيش؟ بالحياة من بعد الموت. يعني اذا نطلع على الاهرامات الموجوده عندهم، هاي الاهرامات انما هي مقابر. شو بتدفنوا فيها؟ بتدفنوا فيها الملوك، ومع كل ملك شو بيدفنوا معه؟ بيدفنوا معه الذهب والفضه والطعام واللباس، بيجعلوا كانه قصر وينتظروا ايش؟ حياته بعد موته، ويعتقدوا بالحياه بعد الموت. طبعا احنا لا نتكلم عن الحياه يعني الله سبحانه وتعالى سيعيد فيها الاموات، ولكن هم يعتقدوا انه في سيأتي وقت انهم يقوموا في نفس الحياة من هذه القبور، انه سيأتي من يحييهم. ولربما يا اخواني هذا الاعتقاد يكون
فتنة عظيمة لبني لفرعون قوم فرعون، إنه كان فيهم شخصية الله سبحانه وتعالى جعلها عندها القدرة أن تحيي الموتى، وشافوا إحياء الموتى فشو صاروا اعتقدوا فيه. ولا ننسى يا إخوان إنه بني إسرائيل عاشت مع آل فرعون، شو أخذت؟ أخذت أطباعها ونظرت لتصرفاتها، والله سبحانه وتعالى أعطى بني إسرائيل القدرة العلمية العظيمة، جعلهم علماء، يعني كان عندهم قدرة أنهم ينظروا في أفعال الفراعنة وينظروا في تصرفاتهم ويأخذوا منهم دروس. ونقول أنه فتنة بني إسرائيل لربما، فتنة بني إسرائيل مع الأعور الدجال القادمة لربما ولدت متى؟ عند معاصرتهم وعيشهم مع آل فرعون ورؤيتهم لآل فرعون أنهم يقوموا على العمل بإحياء الموتى، بإحياء الموتى واعتقادهم في إحياء الموتى. فهنا الله سبحانه وتعالى جمع كلمة الفتنة ما بين ولقد فتنا قبلهم، ما بين بني إسرائيل قوم فرعون وقوم فرعون، وجاءهم رسول كريم، وهذا الرسول هو سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. لمن جاء؟ لو سألنا لمن جاء سيدنا موسى، هل جاء فقط لبني إسرائيل؟ نقول لا، الله سبحانه وتعالى شو قال له؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى. يعني رسالته كانت لفين؟ لفرعون وقومه أيضا، مش بس لبني إسرائيل. فسيدنا موسى جاء مشترك، رسالته جاءت مشتركة لقوم فرعون ولبني إسرائيل في نفس الوقت، حتى أنه يخلص من بني إسرائيل أو يخلص بني إسرائيل من قوم فرعون. ولكن لو استجاب فرعون لكان بقيت بني إسرائيل في مصر وعاشوا التنين في أمان واطمئنان، إلا أنه قوم فرعون رفضت رسالة سيدنا موسى، والله سبحانه وتعالى فصل ما بين قوم فرعون وبين بني إسرائيل وأخرج بني إسرائيل من مصر. فهنا هذه الآية إنما تربط الفتنة ما بين هاتين الأمتين، وهذا تشبيه أن فتنة قوم فرعون تشابه فتنة بني إسرائيل في آخر الزمان في اعتقادها بالأعور الدجال الذي عنده قدرة على إحياء الموتى، والله أعلم. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. فسيدنا موسى يعني طالب كل من قوم فرعون وقومه اللي هو قوم موسى أو بني إسرائيل أن يعودوا لله سبحانه وتعالى ويلتزموا بآيات الله سبحانه، وأن لا تعلوا، وأن لا تعلوا علي، وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. هنا يا إخوان السلطان، الآيات التي أتى بها سيدنا موسى التسع آيات، نسأل الآيات اللي جاء فيها سيدنا موسى هل هي فقط لقوم فرعون ولا كانت قوم موسى تراها؟ نقول كمان أيضا بني إسرائيل رأت الآيات التسع آيات العظيمة اللي جاء فيها سيدنا موسى، شافتها وهو يعرضها على فرعون وملأه، فهي آيات ليس فقط لا فرعون إنما أيضا لبني إسرائيل، وهذه آيات عظيمة، سلطان مبين. وإني عثت بربي وربكم أن ترجمون، يعني هذه بدها تفصيل، ولكن نقول إنه سيدنا موسى كان يعوذ، والعوذ هو الحماية من الشر. احنا بنقول في بداية القرآن الله سبحانه وتعالى طالبنا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. هل الشيطان الرجيم نستطيع أن نراه؟ نقول لا نستطيع أن نراه. الله سبحانه وتعالى يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فكيف أحتمي من شر الشيطان وأنا لا أراه؟ فنقول ألتجئ لله سبحانه وتعالى وأطلب منه أن يحميني من هذا الشيطان. وعليكم السلام. عشان هيك دائما أعوذ بالله أو أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو سألنا ما الفرق بين العوذ واللوذ، بين أعوذ وألوذ، نقول أن العوذ أنك تحتمي بالله من شيء فيه شر، أما اللوذ فأنت تلتجئ إلى الله في شيء فيه خير، يعني تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعطيك خير فتلتجئ، تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعطيك الخير في هذا الشيء. فهناك فرق ما بين العوذ واللوذ، العوذ طلب الحماية من شر، واللوذ طلب الوقاية أو التوفيق بخير من الله سبحانه وتعالى. فالعوذ واللوذ كلاهما من الله سبحانه وتعالى، يعني الخير والشر والتوفيق والحماية والوقاية في كلا الأمرين هو من الله سبحانه وتعالى.
هنا سيدنا موسى يقول وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، يعني يعلم أنه بني إسرائيل، يعني يعلم أنه آل فرعون، فرعون وجنده وملأه لربما قاموا برجمه وقتله لموسى، ولكنه توكل على الله سبحانه وتعالى مدبر أمره أن يحميه من هذا الشر الذي قد يأتي منه. فاستعاذ من بالله سبحانه وتعالى من مين؟ من فرعون وقومه وملأه وجنده، استعان بالله سبحانه. عشان هيك إخواني نحن نستعيذ بالله سبحانه وتعالى مش بس من شياطين الجن وأيضا من شياطين الإنس. نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سواء كان من الجن أو كان من الإنس. نستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شياطين الإنس والجن، ونطلب الحماية دائما من الله سبحانه وتعالى أن يحمينا من كل هؤلاء بإذنه سبحانه وتعالى. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. هون سيدنا موسى يطالبهم أنه هم مخيرون. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر. هنا يا إخواني يعني إن شاء الله إحنا نتوقف عند الآية رقم 20 ونكمل في درس آخر بإذن الله سبحانه وتعالى. ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعالي. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر، والطف بنا بما جرت به المقادير. اللهم انصر أقصانا وشاف جرحانا ومرضانا، واطلق سراح أسرانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يجزيكم.